أهلا وسهلا السادة الأساتذة السيدات الأستاذات الأصدقاء الصديقات، أجدد الترحاب بكم في منهجية البحث التدخلي. طبعا كنا في حصة سابقة قد دققنا النظر في مجالات البحث التدخلي، وأشرنا إلى أن ثمة أنواع لمشكلات، وحاولنا أن نفصل في حينه على أن المشكلات كما عرضت داخل رزنامة التكوين هي إلى حد ما يعني تعرف نوعا من التعسف، أو تقدم بشكل إجرائي تعسفي، وقمنا بترتيب ذلك علما على أن الأساس ليس هو فقط أن نقف عند الثغرات وكفى، ولكن أن نقوم تلك الثغرات. وهذه من مهام ورهانات البحث التدخلي. وأشرنا إلى أن الرباعية التي قدمت بها مشكلة تربوية، مشكلة نفسية، مشكلة سوسيولوجية، أو مشكلة مادية، هي بالنهاية فقط لغاية منهجية ليس إلا، إذ أن المشكلة قد تحمل داخل طياتها كل الأبعاد، سواء النفسي منها أو الاجتماعي أو البيداغوجي إلى غير ذلك. ولكن الذي يحدد المجال هو زاوية النظر التي دققناها آنئذ، أي زاوية النظر معناه المقاربة أو الرؤية أو البيرسبكتيف الذي ينظر منه أو ينطلق منه الباحث، ويحاول أن يرصد يعني مدخله إيمانا منه، أو باعتباره معينه الأساس في تقديم بعض الحلول أو بعض المقترحات، وكذلك المخارج لمشكلة من المشكلات. نعم، هذه الحصة سأحاول أن أخصصها لمشكلات تطبيقية، مشكلات تطبيقية، وأيضا لغاية منهجية كذلك. واحد معي دائما أركز على الغاية المنهجية، لأن الأساس ليس هو فقط أن نعرف البحث التدخلي ونعرف قضاياه الإبستيمولوجيا المعرفية، ولكن أن تكون لدينا أو نؤهل على الأقل الأستاذ المتدرب والباحث لكي يكون مؤهلا تأهيلا منهجيا ميثودولوجيا ومعرفيا إبستيمولوجيا لينجز بحثا من البحوث. وهذه هي المسألة الأساس، يعني كورشة عمل أو كورشة لإتقان لمهارات الكتابة أو الإنشاء البحثي. نعم، قلت سنخصص جزءا آخر أيضا لنعقد أو نتوقف عند بعض المشاكل والمشكلات التي تقدم في الأغلب العام عند الأساتذة المتدربين أو الأساتذة يعني القائمين بالبحوث. نعم، القائمين بالبحوث، علما منهم أن هذه المسألة طبعا هي الأصوب أو هي الأنجح، والحال أن ثمة ثغرات. فيما يخص النقطة الأخيرة، يعني هذه النقطة الأخيرة، يمكن أن أتحدث عن كون أن المشكلات التي تقدم أو التي يقدم عليها الباحث أو الأستاذ المتدرب أو المشتغل بقضية بحثية، في الأغلب العام يعني تقدم على صيغة مشكلة التأخر كذا كذا، يعني إما أنها حاملة للسلب وحاملة للتعثر، أو يعني مصاغة صياغة حاملة لحل، حاملة لحل وحاملة لاقتراح، كمثلا يعني تنطلق من خانة الإيجابي كقولنا أهمية التنشيط في رفع الدافعية، يعني أهمية التنشيط في رفع الدافعية مقاربة سوسيولوجية أو مقاربة بيداغوجية أو ما شابه ذلك. وفي الشق الآخر أو الشق الأول أنها حاملة للسلب، كقولنا مثلا مشكلة التأخر الدراسي، مشكلة التأخر الدراسي. وأيضا هناك اقتراح آخر يبدو لي وجيها، أن نجد
هذه المشكلة تصنف من داخل كونها حاملة للمفارقة كما سأبين في حينه. إذن لدي على الأقل، وهذا ما لم أجده إطلاقا في رزنامة العدة، فقط من باب الإضافة وباب تدليل الصعاب للباحثين في مجالات البحث التدخلي أو البحث في العلوم الإنسانية، وأساسا الشق يعني الذي تعنى به مجال التربية، فأصنف هذه المسائل إلى ثلاث. هناك صنف، يعني إذا رغبت أن أصنف المشكلات ونوع المشكلات، فصنف يمكن أن يكون حاملا للسلب وحاملا للعائق وحاملا للتعثر وراصدا أيضا للمسألة التي تشكل عبئا سواء على المدرس أو على التلميذ أو على الأستاذ أو على الأب أو الأسرة أو ما شابه ذلك. ومن ثم فهي بالنهاية ترغب أن تقدم بحثها كمشكلة يعني مربكة ومحيرة، وأنها جديرة بالاحتضان وجديرة برصد عناصرها وأيضا تحليل مضامينها، بالإضافة إلى ذلك أنها تنتظر منا حلا من الحلول. في هذا الشق ممكن أن أستحضر مشكلة التأخر الدراسي، مشكلة الهدر المدرسي، مشكلة الانسحاب، مشكلة التنمر، مشكلة الانطواء، مشكلة انخفاض الدافعية، مشكلة السرقة، مشكلة الكذب عند الأطفال، عند المتمدرسين، مشكلة العنف، مشكلة العدوان، مشكلة التبول اللا إرادي، مشكلة الخوف، مشكلة القلق، إلى غير ذلك. فطبيعي أو طبعا يتبين لنا من داخل هذا الشق على أن المشكلة هي بالنهاية حاملة للعبء، حاملة للتعثر، حاملة كذلك لما نرغب رفعه وما نرغب درءه وتجاوزه. والشق الثاني هو الشق الذي يمكن أن أجد صياغة المشكلة بشكل من داخل الحل، من داخل الحل التدبيري أو الحل المقترح أو الحل الذي بدا لنا على مدى صفحات البحث أو على مدى التدرج أو بمحاولة منا لحظة زمنية ما أو اطلاعا ما على أن هذه الوصفة أو هذه البيداغوجيا كفيلة بأن تنقذنا من تعثر أو شيء من ذلك، فتتم صياغته بشكل إيجابي كقولنا مثلا أهمية التواصل الأسري في تدليل صعاب التواصل البيداغوجي. يعني هنا أتحدث عن جانب الأهمية، يعني هذا الجانب الأهمية هو بالنهاية كمقترح يعني عفانا إلى حد ما عن صياغة مشكلة العائق التواصلي عند الأطفال غير يعني الغير المتواصل عليهم أو غير المزودين بتواصل شفاف وتواصل إيجابي داخل أسرهم أو شيء من ذلك. أيضا كقولنا كذلك دور القراءة في تفعيل اللغة الشفهية، في تفعيل التواصل اللفظي، في تفعيل الاندماج. يعني هنا دور، يعني أتحدث عن الأدوار بما هي إيجابية، بما هي بدائل ومقترحات للخروج من الجفاف أو التخيل الجاف لدى الناشئة أو لدى المتمدرس أو لدى التلميذ أو لدى المتعلم عموما. بنفس الدرجة أيضا يمكن أن أتحدث عن أهمية الأحجية والقصص والحكايات داخل البيت في إذكاء مخيلة التلميذ. فهنا أتحدث عن جانب الأهمية دائما، لاحظوا معي، وجانب الفعالية كمقترحات. يعني هنا الصيغة، لا أقول مشكلة كذا إلى، ولكن أقول أهمية دور نشاط فعالية إلى غير ذلك. لربما تبينت معالي ما أتحدث عنه. أيضا في الشق الثالث هو الشق الذي يعنى أساسا ب طبعا نوع من المشكل
والحل، يعني أننا أتحدث بنوع من المفارقة إذا رغبنا بشكل من الأشكال. فأقول مثلا تنمية البعد الذكاء القرائي عند عسير القراءة، يعني عند الديسلكسيا. ها لاحظوا معي، تنمية الذكاء القرائي لدى عسير القراءة. إذا لاحظ أنني أستحضر هنا في سياق المشكلة قطبين اثنين متناقضين، عسير القراءة يتعذر عليهم، ولكن الإضافة التي أضيفها كباحث والإضافة التي أنا معني بأن يعني أضيفها كمشتغل ومنشغل بهذه القضية هو تنمية الذكاء القرائي لدى هؤلاء. بنفس الدرجة أيضا لما أقول تنمية الذكاء الاجتماعي لدى التوحديين، لاحظوا معي أننا دائما أتحدث من موقع ماذا؟ من موقع المفارقة، يعني تنمية الذكاء الاندماجي الاجتماعي عند فئة من المتعذر، يعني من المتعذر أن تكون مندمجة ومن المتعذر أن تكون اجتماعية أو متواصلة أو ما شابه ذلك. إذا بنفس الدرجة أيضا حينما أقول تنمية الذكاء النشاطي عند مضطربي الحركة، لاحظ يعني تفعيل وتنشيط الجانب الحسي الحركي عند أولئك الذين لديهم اضطرابات حركية أو ما شابه ذلك. بنفس الدرجة أيضا يمكن أن أتحدث عن الترويض، أهمية الترويض اللفظي عند عسير النطق. إذا لاحظوا معي إلى حد ما هذه المشكلات هي مشكلات يمكن كما قلت من وجهة نظر خاصة تصنيفها ضمن 3 أبعاد، إما أن تصاغ المشكلة صياغة سلبية حاملة للسلب، حاملة للمشكل، حاملة للعائق، وحاملة للتجاوز كما قدمت في حينه، يعني مشكلة الهدر المدرسي أو مشكلة التأخر أو ما شابه ذلك. وممكن أن أتحدث عن صيغة أخرى أو صنف آخر، أن المشكلة حاملة للجواب، حاملة للحل، حاملة للتدبير، كقولي أهمية الجانب الحسي الحركي في التنشيط لدى التلاميذ، أهمية التنشيط في إذكاء روح الجماعة كذا إلى غير ذلك. وأيضا شق آخر لا يقل أهمية عن الشقين السابقين هو الذي سميته بالشق الحامل للمفارقة أو تسمية المحل الحاملة للمفارقة، كقولي تنمية الذكاء الحسي الفني عند المعنفين أو عند العدوانيين أو ما شابه ذلك، أو تنمية الذكاء القرائي عند القراءة أو ما شكل ذلك. سأواصل فيما سيأتي.